أنا جاي النهاردة أكلمكم عن حدود الحجم الصغير أو the limit of the small اللي هو the space of the bottom, at the bottom. لأن إحنا دايماً واخدين على الفضاء بيبهرنا بحدوده اللانهائية. طب إيه آخر الكون؟ الأسئلة الكبيرة دي. إنما في حدود تانية في الحجم الصغير وفاسينيتنج وولد ويمكن أسهل لنا حتى إن إحنا نوصل له، لأن مش هتقدر توصل الفضاء فعلاً وتجرب وكده، لكن ممكن نجرب في الحاجات الصغيرة زي ما هنشوف. فهو التايتل بتاع التوك متاخد من توك اداها عالم مشهور قوي في امريكا من كالتيك اسمه ريتشارد فاينمان. ريتشارد فاينمان ادى توك كان مسميها there is plenty of space at the bottom، اداها في الستينات للناشونال اكاديمي اوف ساينسز في امريكا. وتعتبر التوك دي هي ام النانو تكنولوجي، يعني احنا بنسمع نانو تكنولوجي، نانو تكنولوجي دي كانت اول توك in this direction. طبعا راح عادها تاني سنة قبل ما يموت بأربع سنين 84 وسماها تايني ماشينز، إن إحنا نبني ماشينز صغيرة جدا جدا جدا. وبرضه كانت توك فيري سيمينال توك وموجودة. هو كان درامر، في بعض أصحابي كان بيحبوا الدرامينج هنا، فهو كان يعني كان ليه مزاج بيحب يروح جوينتس ويلعب درامز وكده. فلما راح ستوكهولم لما خد النوبل برايز قال تايتل تالت غير الاثنين دول، there's a lot of space in the bottoms، بس أنا مش هترجمها بقى. فهو كان يقصد إيه ريتشارد فاينمان بكده؟ هو كان يقصد إن إحنا لو صغرنا الحاجات جداً هتظهر علوم جديدة، هتظهر مواد جديدة، هتظهر تطبيقات جديدة وهكذا. فكان بيقول إن في مساحة كبيرة جداً في الحاجات الصغيرة إن إحنا نعمل علم جديد وتكنولوجيا واقتصاد وهكذا. فالكلام ده أكتر ما انطبق في تخصصي. أنا تخصصي كان الإلكترونيكس بالتحديد، وده لأن إحنا يعني كل اللي أنتم شايفينه تطور في الإلكترونيكس الخرافي اللي إحنا كلنا witnesses of، حصل لأن إحنا قدرنا نصغر حاجة اسمها ترانزستور، اللي هو تقدر تقول عليه الطوبة الأساسية اللي بنبني بيها أي دائرة إلكترونية بتتكون من ترانزستورز. لما قدرنا نصغره قدرنا نشوف كل التكنولوجيا بقى، بدل ما يبقى عندك كمبيوتر يملى الأوضة دي، الآيفون بقى أقوى من الكمبيوترز اللي بتملى الأوضة دي. فطبعا الإلكترونيكس النهاردة فيها انفجار، يعني لا حد لا يعني لا يمكن حد يشكك في الإمكانيات بتاعت الإلكترونيات النهاردة والتطور بتاعها. كنا زمان بنشتري ميموري ستيك 1 ميجا و1 جيج، والنهاردة 128 جيج وهتبقى تيرا and so on. الآيفون، السمارت فونز، التي فيز، اللابتوبس، what have you, right? A lot of it. الكلام ده مش بس تكنولوجيا، لكن كان مصحوب بانفجار، احنا بنسميه انفجار، انفجار تكنولوجي، لان هو العلاقه حقيقي اكسبوننشال، وهي دي نفس الكيرف بتاع اي انفجار لو التايم كونستنت قليل. فهو اتس ان اكسبلوجن باي اول مينينجز اوف ذا وورلد. بس كان مصحوب كمان بانفجار اقتصادي، يعني دلوقتي الاقتصاد بتاع الالكترونكس ده حوالي 3 تريليون دولار في السنه، 3 تريليون دولار يعني 3000 بليون دولار في السنه. هيومنجس. يعني واي بلد هتلعب فيه كان ميك ا لوت اوف ماني. حتى من غير ان ليمان تيرمز، مش لازم نخش خالص في تفاصيل ارقام وكده. لو بصيت على اليابان وكوريا، الاقتصاديات اللي كلنا بنسميها تايجرز او التكنولوجي بيزد ايكونوميز، هتلاقي ان هم بتشتري منهم ايه؟ از بيرسون عمرك ما اشتريت منهم الا حاجتين مينلي، الكترونيات زي تشيبا سامسونج اند سو اون، وعربيات. وجزء كبير من البادجت بتاعت العربيات تعتبر الكترونكس توداي في الهاي اند. فلا شك ان هو انفجار اقتصادي برضه في نفس الوقت، وبرضه اكسبوننشال. لو تبص على السايد بتاع الالكترونيات بيزيد اكسبوننشالي مع الوقت. كمان كان مصحوب بحاجه ثانيه انا بعتبره انفجار اجتماعي. يعني ايه انفجار اجتماعي؟ يعني ان انت عندك النهارده لما تبص السيلفونز مثلا، انتوا شباب كلكم لكن وعيتوا انك قبل السيلفون وبعد السيلفون. Can you live today without a cell phone? Can you live without Facebook or Twitter? I mean my 8 years old. يعني I can't talk to him. بيقعد طول النهار يعمل حاجات انا مش فاهم انا شخصيا. فاصبح في حياتنا الاجتماعيه اصبحت متكونه بشكل كبير جدا ومعتمده على الالكترونكس. طيب نرجع لموضوع، طب ازاي ده حصل بقى تكنولوجي وايز؟ فهو بان احنا بنصغر، عمالين نصغر الترانزستور. اللي انتم شايفينه على شمال الشاشه ده هو مع السنين قد ايه حجم الترانزستور بيصغر. فحجم الترانزستور النهارده اللي بيتباع 22 نانومتر. 22 نانومتر. النانومتر ده واحد على مليون من الملي، يعني لو جبت ملي كده وقسمته مليون حته يطلع واحد نانومتر.
دي الكوميرشال، لان ناس كتيره فاكره ان النانو الكترونكس دي علم كده ملوش دعوه بحياتنا في برج عاجي او كده. لا، الحقيقه ان كل الالكترونكس زي ما قلت لكم حتى السوشيال لايف بتاعتنا متاثره بيها بشكل كبير جدا. فهو ايه اللي بيحصل؟ طب صغرت الترانزستور، سو وات هابند لما بقى 22 نانومترز؟ مع السنين عمال يصغر. طب بيصغر ليه؟ لان التكنولوجي بتاعتي بتخدم بعضها، يعني بعمل اجهزه احسن، الكترونيات تتحكم فيها اسرع، اقدر اعمل الكترونيات اصغر، اقدر اعمل اجهزه تانية احسن، وهكذا. التكنولوجيا عمالة تخدم بعضها. فلما نبص على الشيب اللي هي فوق صباع واحد اهي وتشوف ايه اللي جواها، النهارده احنا بنقدر نحط بلايين الترانزستورات، كان زمان بنحط الاف، النهارده بنقدر نحط بلايين لانك صغرت حجم الترانزستور. طب يعني ايه بحط بلايين الترانزستورات؟ يعني فانكشن زياده، يعني الايفون الصغير ده اقوى من كمبيوتر كبير جدا زمان، لان بقى فيه كميه اكبر جدا من الفانكشنز او وكمان ميموري اكبر وكلام كده. طيب ايه كمان؟ مش بس كده، مش بس ان انا لما بصغر الترانزستور بيبقى عندي ميموري اكبر وامكانيات زياده، الطاقه المطلوبه عشان اعمل اي عمليه حسابيه بتقل جدا. يعني ايه؟ افترض ان انا الترانزستور بتاعي هو السبيكر الظريف ده، لو انا عايز اقلبه واحد او صفر هو كبير جدا هياخد مني طاقه معينه، لو انا صغرته بقى في حجم الكليكر ده هقلبه وعدله بطاقه اقل بكتير. هي نفس العمليه الحسابيه بس بتستهلك طاقه اقل، وكمان بتبقى اسرع بكتير، اسرع بكتير. يعني مثلا بص على النواه بتاعت او الذره وبص على المجموعه الشمسيه، فيري سيميلر، زي بعض جدا. انما في حاله الذره بنلف بلايين المرات الالكترون حوالين النواه، والمجموعه الشمسيه مره كل سنه. الفرق ان ايه؟ ده اصغر بكتير. فهي قاعده عامه، كل ما هتصغر كل ما يبقى اسرع والمعلومات تتنقل اسرع بين الحاجات. اوكي، فيبقى الطاقه اقل، الامكانيات اعلى، السرعه اعلى، وكمان السعر بيرخص جدا. فده الانفجار كله قائم على حاجه بنسميها تكنولوجي سكيلينج. تكنولوجي سكيلينج يعني انا عمال اصغر التكنولوجي، كل كام سنه بصغر التكنولوجي تطلع لي امكانيات اعلى، وهو ده اللي احنا شايفينه. كان في عالم في كالتيك برضو، وكان تلميذ ريتشارد فاينمان، اسمه كارفر ميد، ومشهور جدا، وكان من اوائل الناس اللي ابتدوا. اول لما ابتدوا كانوا متوقعين ان لما هنصغر الامور هتبوظ، لا، اكتشف ان كل حاجه بتبقى احسن لما تصغر، وهو كاتبها. دلوقتي بالنسبه لنا احنا في تخصصنا الكلام ده عادي جدا، انما في وقته هو كان مفاجاه، يعني ازاي صغر وتبقى احسن. طيب، فاحنا عندنا خارطه طريق، يعني ايه؟ زي ما في خارطه طريق في السياسه وكده، في خارطه طريق للالكترونيات، وهي اسمها كده رود ماب اوف سيمي كوندكتورز. الرود ماب دي عباره عن ايه؟ لو نبص هنا مع السنين، احنا في 22 نانومتر، انما في بريدكشن، يعني في كمان 3 سنين هيبقى في 16 نانومتر، كمان 3 سنين بعدهم هيبقى في عندنا ال 6 نانومتر او 7 نانومتر، وبعدين 4 او 5 نانومتر بالتقريب. والكلام ده موجود. يعني انا كنت بكلم انتل سي تي او، كنا الشيف تكنولوجي اوفيسر اوف انتل، اي ميت هيم فيو تايمز، ودينا برزنتيشنز معاه وكده، اند هي تولد مي ان 5 نانومتر موجوده. يعني ايه؟ انت النهارده 22 نانومتر دي برودكشن، دي اللي انت بتشتريه، مش هتطلع بكره 16، لازم ناس شغاله، في واحده في البرودكشن وناس شغاله في 16 والثانيه في الابحاث وهكذا. ففي دايما كذا تكنولوجي ان ذا بايب لاين، كل ده موجود. فهو السؤال اللي بيواجهنا دلوقتي في الاريا بتاعتنا، وده سؤال فاندمنتال جدا، هل هنقدر نستمر في السكيلينج ده ونصغر لما لا نهايه، والامكانيات هتستمر لما لا نهايه؟ فده سؤال. يعني السلايس دي من شركات كبيره زي انتل وكده، ايه يعني ايه بيوند 2020؟ ايه اللي هيحصل بعد السنه 2020؟ عند 2020 هنوصل ل 5 نانومتر. عند 5 نانومتر هتحط 200 وحاجه بليون ترانزستور في الشيب. انت بتشتري النهارده ديوال كور وكواد كور والاي 7 اللي هو 8 وكده، هتشتري واحد فيه 256 كور واكتر كمان. يعني هتشوف تطور خرافي، وده هكلمكم فيه. انما السؤال بقى الفاندمنتال، هل احنا هنقدر نكمل السكيلينج ده لما لا نهايه؟ هستمر في ان انا اصغر حجم الترانزستور، مفيش حاجه توقفني؟ الحقيقه ان في ابتدينا نخبط في حدود الحجم وحدود السرعه وحدود كل الحاجات الفيزيائيه اللي في الدنيا، لان البني ادمين عمرهم ما بنوا سيستمز بالحجم ده ولا بالكثافه دي ولا بالسرعات دي. يعني مثلا لو تبص عند 5 نانومتر، طب حجم الذره قد ايه؟ يعني حجم ذره فوسفورس قد ايه؟ 0.1، يعني 50 ذره يا دوب يعملوا لك الترانزستور، 50 ذره بس. لو نزلت اقل من كده طب يعني هتعمل ايه؟ وبعدين في مولوكيولز ومسافات بينهم والكلام ده. فيبقى انت عندك ليميت اللي هو حجم الذره نفسه، قربنا منه. نمره 2، سرعه الضوء. انت تعتقد ان سرعه الضوء دي بس في الفضاء، يعني في المسافات وقياس الفضاء والكلام ده. الحقيقه لا، في الدوائر بتاعتنا على الرغم انها صغيره جدا
إلا لأن إحنا الوقت اللي بنتعامل فيه صغير جدا كمان، الضوء مع سرعته دي ما يلحقش يمشي مسافة إلا صغيرة جدا في الوقت ده، فبالتالي سرعة الضوء نفسها تعتبر بتعمل لنا limitation. حتى الشحنة، وحدة الشحنة اللي هي شحنة الإلكترون، لما الترانزستور بيصغر قوي عدد الإلكترونات اللي بيشحنه ويفرغه يبقى قليل جدا. كل القوانين بتاعتنا كانت إحصائية على ملايين الإلكترونات، كل اللي انتوا عارفينها كيرشوف لوز والكلام، الكلام ده كله invalid. فاحنا عمالين نكتشف حاجات عمرنا ما شفناها وكده. فده سؤال وجيه جدا، هل هنقدر نستمر والتكنولوجيا دي وفي حدود لعلم البني ادمين او في حدود لامكانيات البني ادمين انهم يكملوا الكلام ده، وايه اللي هيحصل لو وقفنا؟ فهو انا يعني الناس دي بعض الكاريكاتيرز الموجوده ان احنا محتاجين ناس من الفضاء تيجي تحل لنا بقى المشكله دي، او هنقدر نعدي البارير ده ولا هنشوف سايد ويز كده نحل المشكله. فانا كنت بشتغل في اي بي ام في يورك تاون هايتس في امريكا زمان سنه 97 96 في الفتره دي، كنت في اي بي ام مايكرو الكترونكس. وبعدين كنت قاعد وكنت بشتغل مع اي بي ام فيلو، وكنا تعبانين جدا. كان حجم التكنولوجي ساعتها حجم الترانزستور 250 نانومتر، النهارده احنا 22، يعني 1 على 10، احنا النهارده 1 على 10. ولما كنا شغالين في ال 250 في اي بي ام كان عندنا مشاكل كبيره جدا، يعني كنا عمالين برضو الحاجات تفيل منا ويحصل مشاكل فقعدت مع الراجل ده اي بي ام فيلو، يعني هي واز ماتش هاير ذان مي، انا كنت لسه صغير وقتها، وهو كان راجل كبير في السن يعني في اعلى الرانكس، اعلى رانك علميه في اي بي ام، شركه كبيره طبعا وكده، فراجل تقيل مش قليل يعني، ومرشح نوبل برايز كذا مره وكده. فقلت له اسمع، يعني انا تعبان جدا ومش عارفين نصغر اكتر من كده وبتاع. قال لي بقول لك ايه، انا بقالي 40 سنه في المجال ده، وكل كام سنه يطلع الناس ويقولوا احنا خلاص هنقف بعد واحد مايكرون اللي هو 1000 نانو، الناس قالوا مش هنقدر وقدرنا وهكذا. فقال لي جمله انا فاكرها لغايه النهارده، قال لي human innovation always wins and skeptics always lose، يعني الابداع البشري دايما بيكسب والناس المتشائمه او في المستقبل دايما بيخسروا. طبعا انا عندي دليل شخصي ان الكلام ده حقيقي، لان احنا النهارده اهو في 22 نانومتر وصلنا له. يبقى انا هيكون رايي من الجمله دي ومن الخبره ان احنا مش هنقف، هيظهر علوم تانية. ايه هي؟ الله اعلم. سايد ويز، مواد تانية، الناس بتتكلم عن ان احنا نستعمل كربون بدل السيليكون، كل الالكترونكس النهارده بيزد اون سيليكون جروب 4، ممكن نخش في حاجه زي الكربون الكترونكس، سمعتوا عن الكربون نانو تيوبس والجرافين والكلام ده. ممكن يبقى فيه نسبيه، كوانتم كومبيوتينجز، كونسبتس مختلفه تمام، فيزيكس تانيه هنوصل لها، بس مش هنقف في رايي الشخصي، ده رايي الشخصي طبعا والله اعلم، بس على 2020 قريبه نقدر نتشيك انا صح ولا غلط. طيب سؤال كويس قوي بقى، افترض ان احنا هنكمل، طب ايه المستقبل فيه ايه؟ ايه التكنولوجيات اللي احنا هنشوفها في المستقبل؟ يعني يمكن ما حدش كان يتخيل ان الانترنت كميديا، يعني لو قلت لكم من 20 30 سنه على الانترنت والفيسبوك والتويتر والصورات اللي قامت بسببهم ما حدش كان صدق، ولا السيلفونز ولا الكلام ده كله، انما هي حصلت يعني تمام. فايه اللي في المستقبل بقى لما نصغر التكنولوجيا عن كده؟ في حاجات كتيره جدا، في التي في مثلا ان هو يبقى 3D والاتجاه بتاع الانترتينمنت ده كله هيختلف تماما. في البيولوجي اللي هو ازاي نركب تشيبس تتعامل مع الانسان مباشره، يعني ما نقعدش بقى يعني تاخد من مخ او تدي المخ او العين مباشره، ده علم كتير شغالين فيه الناس النهارده، لسه ما وصلناش لايه لاخره. في مجال الطاقه، تخيل لو اخترعنا طاقه ارخص بكتير او اقوى بكتير، ممكن نتنقل من مكان لمكان اسرع بكتير وهكذا، وتبقى انضف وهكذا. وده في رايي برضه هيحصل، يعني اعتقد ان في طرق موجوده بس لسه ما ماتيريالايز. في انك تصغر مثلا حاجات زي، مش بس انك تصغر الالكترونكس، ممكن تصغر الميكانكس، يعني ميكانيكال ديفايسز نفسها النهارده مواتير صغيره جدا ممكن تعملها اسمها مامز، موجوده دي موجوده. تصغر حاجات تانية تمام، انك تعمل سيلف اسامبلي او زي بيولوجي تشتغل بمواد جديده وهكذا. فالابعاد اللي ممكن نخش فيها في المستقبل لا نهائي، واكيد انا مش متخيل حاجات تانية كتير هتحصل. طيب فانا شخصيا رجعت لمصر، وبعدين بعد ما رجعت لمصر هربت ورجعت على شيكاغو تاني، وبعدين زويل راح جابني تاني وقال لي جابني على مصر. وبعدين بعد ما جيت في مصر تاني ناس يعني حصل لي حادثه ظريفه جدا وايدي اتكسرت فيها، فهربت تاني ورحت انضميت لفرقه موسيقيه هناك، يعني غيرت كارير تماما لفتره. وبعدين راح جابني تاني وقال لي تعالى عايزينك وبتاع،
وبعدين بعد ما جيت يعني اعتقد ان ايه عارفين فيلم عسل اسود كده، هو حاجه شبه كده حصلت لي رايح راجع يعني كذا مره. وفي عقبات كتيره في مصر، بس انا يعني ايه يعني اللي اتمناه ان زي ما الفن اللي احنا سمعناه ده بيسمو بالروح، العلم كمان بيسمو بالروح. وبعدين هو ما فيش سكه لمصر غير العلم، يعني هتروح يمين هتروح شمال ما فيش غير انك تخش في العلم، لان مصادر التانية كلها محدوده سواء سياحه او كده، مش هتسكيل، مش هتعمل لك كوانتم ليب ابدا في الايكونومي ولا في الباور ولا استراتيجيك ولا اي حاجه، لازم تخش في العلم. فهو ما فيش مفر الا زي ما الدكتور زويل كان بيقول، يعني اما هنفنا، ومصطفى محمود كان بيقول كده، واي حد فكر قال كده. فعلى الرغم من كل الصعوبات انا اتمنى ان احنا في مصر نقدر يبقى لنا جزء ولو بسيط، وده حاجه تابعة على الفخر جدا، ان احنا نبقى جزء من انفينيتي ات ذا بوتوم، زي ما في ما لا نهايه في الفضاء في ما لا نهايه صغيره وفيها احتمالات لا نهائيه ونمو لا نهائي. شكرا.